لأنها دنيا بطمة بس. لأنها هي سميتها دنيا بطمة. بس غير الجواز صافي. الإنسان كيف نسميته بالأغاني ديالو اللي كتبقى راسخة في ذهن كل واحد. ما كيبنيش الاسم ديالو بشي حاجة واحدة أخرى. دنيا بطمة وصلت لمرحلة أنه ولا أي واحد كيتعلق في سميتها باش يدير الجواز. لهذه المرحلة وصلت وهذه كنتمناها لأي فنان صراحة. كاين اللي كيغني أغنية في عام كينزل أغنية واحدة. ما كيبقاش حاضر في السوق حتى كينزل أغنية واحدة أخرى. أنا الحمد لله نزلت ولا ما نزلتش أنا موجودة في ما عرفتش كيفاش داكشي من عند الله. مي كنبقى واجدة في الساحة حتى إلا ما درتش سينجل ما محتاجاش أنني نديرو. يعني الناس دائما مواكبة الحفلات ديالي مواكبة عايشة على واحد الأغاني اللي أنا نزلتهم وخا يكونوا في فترة بعيدة تيبقاو عايشين على ذوك الأغاني. لأن الناس الآن عايشين على أغاني مقادير وغيرها اللي درتهم في أرب أيدل. ولكن انا الحمد لله كنعتبر راسي من ضمن الفنانين اللي انا نزلت اغنيه او ما نزلتهاش نبقى حاضره في الساحه الفنيه. ولكن هذا لا يمنع انه الببليك او الفانز ديال دنيا بطمه دائما متعطشين للاغاني ديالها وباقيين عايشين على الاغاني القديمه وكننزل لهم الاغاني وكيبقاو يسمعوها مره وجوج وثلاثه وهذا حاجه كنفتخر بها. اول حاجه في شكسبير الناس ما تعرفها الدنيا متكفله في مجموعه كبيره من العوائل المغربيه. هذا الشيء يمكن لأول مرة كان صار. ودنيا كدير الخير دائما للناس كلها. الناس كتشوف بحسب ما هي تشوف. أما إحنا لما ندير شيء حاجة ودرنا هذه الأمور ما درنا عشان ندير الباز ولا شيء. حبينا نحتفل في بنتنا. حبينا نسوي شيء. وشاركنا فرحتنا مع الناس كلها. أوكي وأكبر دليل تقدر تروح تمشي المراكز وتعرف شنو درنا إحنا في ذاك اليوم قبل ما ندير العقيقة. شوف هو في مشيتي العقيقه سواء انت انا بزاف ديال الناس داروها ورايا وعادي يعني ما ولكن حيت انا درتها خاص بنادم يطلع تزنقى عليه بالشقه وكيسول وكيمشي عند دوك الناس المساكين اللي بسطاء اللي اكيد غتشرحهم بكلامك وغادي يجاوبوا بكلام جارح. كنقول لهم الله يهديكم فريمون هذاك ما بغيتش نقول السميه ديالو باش ما نزيدش من الفالور ديالو الله يهديهم. مي الا درت شي حاجه بيني وبين رب العالمين ما يحتاجش انني نقولها ما يمكنش غنصدق ونقول لهم صوروني راه انا كنصدق عافاكم ما يمكنش هذا الشيء بيني وبين رب العالمين الا انا متكفله بشي حاجه مع شي عائله او غيرها هذا بيني وبين الله انا اللي غادي نلقاه في الاخره ماشي نتوما وماشي شي حد اخر. دونك انا فرحت بنتي فرحت بها مع الصحافه فرحت بها مع الناس المقربين ليا فرحت بها مع عائلتي اصدقائي الفنانين. دونك هذه كتبقى غير اقاويل وهضره عاديه. اما انا احتفلت بحال اي عائله مغربيه غتحتفل ببنتها وكنت جدا بالعكس كنعتبر راسي مع عائلتي حتى هما كانوا حاضرين مجموعه ديال الناس اللي كانوا بالعكس كان داكشي زوين ودوزناه وفرحنا به. ولكن ضروري كاين الناس اللي خاصها تقلب كل شيء وديروا انه علاش دارت وعلاش هكا هذو الناس موجودين في اي بلاصه.